السيد قيس سعيد، نفس المجال نفس المساحة 180 ثانية لتقديم وعودكم في مجال الدفاع والأمن القومي، تفضل. ليس بالوعود، يعني ما قدمته من اقتراحات، وقلت هذا على شاشات تلفزتكم ومؤسستكم الموقرة وعلى كافة على رؤوس الملأ، في 2014 تقدمت بمشروع قانون لأحداث مؤسسة عمومية اسمها فداء، فداء تتعلق بالشهداء والجرح. ومن بين ما اقترحته، يعني ليس بالوعود، هذا الأمر نص، واقترحته حتى لأعضاء المجلس التأسيسي آنذاك، إنشاء مؤسسة تتولى رعاية الأمنيين والعسكريين وكل الشهداء والجرح. ومن بين ما اقترحته أن يبقى الذي استشهد وسقط بل صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى، أنه بيننا، يبقى كأنه على قيد الحياة، يعني جرايته تصرف كأنه على قيد الحياة، بل أكثر من ذلك يتمتع بالترقيات كأنه على قيد الحياة. ومن أقعده الجرح أيضا على المرض على العمل يبقى أيضا كأنه يعمل، يتقاضى جرايته كاملة والترقيات تتواصل وكأنه يعمل. هذا ليس الكثير على الأمنين وعلى العسكريين وعلى أعضاء سلك الديوانة، هؤلاء الذين يجابهون بالحديد والنار. هل من مقترحات أخرى سيدي؟ المقترح هذا المتعلق بالأمنين، يعني بالقضية الأمنين وكل الشهداء والجرح الذين ما زالوا يأنون اليوم، وهم أكثرهم من أبناء هذا الشعب الذي قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن. يعني القضية ليست بالوعود، وأكره الوعود الزائفة. قدمت وحاولت بكل الإمكانيات المتاحة آنذاك كمواطن لا كمترشح، لأن القضية تهمني كمواطن، أعرف هؤلاء الشباب وما يتكبدونه من عناء، يعني يبقون في الجبال بدون ماء في بعض الأحيان، بدون أكل، بيوتهم تحتاجهم، ثم نمد إليهم 40,000 دينار، ماذا يفعلون بها؟ يعني القضية. وأيضا بالنسبة إلى الشهداء ثورة وجرحاها، يعني ما زال إلى حد اليوم هؤلاء يأنون بالألم، ولم يتعرض، لا أريد أن أتعرض لهذه القضية اليوم، ولكن قدمت أيضا بالنسبة إلى شهداء الثورة وجرحاها. القضية الأمن القومي كما قلت لا يمكن مقاربتها مقاربة تقليدية خالصة كما هو معهود. القضية تتعلق بأمن تونس، بأمن الدولة، بأمن المجتمع، ولا يمكن أن نحصن المجتمع إلا بمقاربة شاملة، مقاربة لكل القطاعات، ليس هناك قطاع يمكن استثناؤه من مجال الأمن القومي بدون استثناء.